ما نعرفوش صراحة، ما نعرفوش شخصيا. تبعته؟ تبعته لا حقيقة. أنت كنت مشرف على لجنة حقوق حقيقة إنسان حقيقة. ويتهم، هل صحيح عندما نتهم وزير الداخلية وهو مسؤول سياسيا وأخلاقيا عن استعمال القمع ضد إضرابات الأطباء، وعلى أنه يشرف على تزوير الانتخابات من خلال عدم ضمان استقلالية الإدارة، فهل يمكن الآن أن نحاكم الرجل بأثر رجعي مثل ما يتم؟ ما نحاكموش بأثر رجعي، لكن تزوير الانتخابات ما عندي حتى دليل، ولكن التصرفات ضد الأطباء حاجة ما تشرفش صراحة، صراحة ما تشرفش، ما شرفتناش. وكانت أنا ذاك تزوير الانتخابات إذا اكتفينا بدليل تصريحات من هم في الموالاة، تعرف بأن يحيى عندما يخسر يقول شكارة درت حالة والتزوير، والأفلان لما يخسر مقاعد يقول الأرندي استعمل الإدارة. يعني بعيدا عن أطروحات المعارضة والشارع، هما بيناتهم مستعرفوا، هذا يكفي كدليل. لكن يا أستاذ تزوير الانتخابات وقالها في واحد الخطاب أنذاك سيد رئيس الجمهورية بحدته، من عهد نيجلين من 53 وإحنا عايشين فيه. لماذا ما درتش في تقارير تاع لجنه حقوق الانسان؟ كنت 16 سنه في لجنه حقوق الانسان، ما لقيتش اي تقرير يتحدث عن التزوير الانتخابات. اسمح لي كاين امور اللي نعلنوا عليهم، وكاين رسالات اللي ما يظهروش حقيقه. لكن احنا ما كنا، احنا مانيش اصحاب القرار، الا لجنه الا استشاريه نعطوا راينا في الامور اللي نعيشوها. لكن احنا ما كناش نراقبوا مباشره الانتخابات باش نقولوا يا ودي كاين فيهم. كنديروا تقارير الامم المتحده باللي في الجزائر راه يدير انتخابات، لا ما نقدرش ترفعوا تقارير لمجلس حقوق الانسان للامم المتحده. الجزائر تعيش ديمقراطيه وتعيش، القانون الداخلي نتاع اللجنه الاستشاريه انذاك ما يسمح لناش باش تكون علاقات مباشره مع الخارج. لا احنا عندنا علاقه واحده وهي رئاسه الجمهوريه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.